اهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما حضراتكم شفتوا طبعا قبل ما نرجع مع حضراتكم صور لعمر العربي احد النجوم. الحقيقه النهارده بنعرفكم بيهم اكتر. هو لاعب طبعا كبير ولاعب يعني من اللعيبه نجوم في منتخب مصر، فبنعرفكم بيهم اكتر النهارده ونشوف الجمباز راح على فين. بس في البدايه طبعا لازم ارحب بضيوفي اللي منورني في الاستوديو. برحب بكابتن كريم عبد الرحمن المدرب العام لفريق رجال الجمباز بالنادي الاهلي ونجم منتخب مصر السابق والنادي الاهلي. اهلا بك يا كابتن كريم. اهلا بحضرتك يا هيثم، متشكر جدا وسعيد بوجودي مع نجم من نجوم النادي الاهلي السابقين في الباسكت واحد اعمال النادي الاهلي سابقا. منورنا يا كابتن، وده بيتك ومكانك، ونقول لك يا كابتن ولا دكتور طبعا. مفيش فرق، انا كابتن ودكتور ولحقك اللي يجي من حضرتك زي الفل. منورنا يا كابتن، وارحب بعمر العربي نجمنا طبعا ولاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر وبطل افريقيا واللاعب الاولمبي السابق اللي لعب في طوكيو 2020. اهلا بيك يا عمر. ازي حضرتك الاخبار؟ منورنا والصور جميله. بس شكلك اتغير شويه يا عمر. حلقت شعري بعد البطوله. لا بس هنعرفك، حلقت شعرك ربيت شعرك عارفينك عارفينك. اروح لكابتن كريم طبعا. في البدايه الجمباز من الالعاب المهمه جدا في النادي الاهلي، عندنا صالتين، صاله في الجزيره فرع النادي الاهلي بالجزيره وفرع اخر في اهل مدينه نصر. يعني حضرتك طبعا مدرب عام لفريق الرجال، اللعبه بشكل عام بيتبذل فيها مجهود كبير جوه النادي الاهلي ورعايه كبيره جوه النادي الاهلي. شايف اللعبه ازاي؟ شايف ان احنا في تطور في اللعبه ويعني سنه بعد سنه بيتم اضافه لاعبين وليفلات جديده في الجمباز، ولا الدنيا ماشيه ازاي؟ هو الصعوبه في الجمباز ان التطور في الجمباز بياخد وقت. نعم. يعني في بعض المهارات، وعمر ياكد على كلامي، ممكن تاخد سنتين في تعليمها عشان ادخلها جوه الجمله اللي بلعب فيها البطوله. خبر ابيض، سنتين. ممكن بعض المهارات متدرجه في صعوبتها. من اول الرول فورورد، الدحرجه اللي الولد الصغير بيعملها، تخيل التطور دي بالصعوبات العاليه بالدورانات اللي اللعيب بيشوف لها. في بعض المرات عشان اتقانها لانها معقده جدا بتاخد، ممكن تاخد عشان تحط جمله وانزل بيها منافسه سنتين. فده يوري حضرتك ان عمليه بناء فريق بتاخد وقت. نعم. بناء لاعب بتاخد وقت. لاعب الجمباز بيبدا عنده 4 سنين مسموح له يلعب دولي وهو عنده 14 سنه يمثل البلد في الفريق الرجال وعنده 18 سنه، يعني في 14 سنه اعداد. بتمررهم بس. 14 سنه اعداد عشان يمثل الدوله، يمثل يلعب دولي، يبقى الاتحاد الدولي يسمح له يلعب دولي، 14 سنه يلعب دولي ناشئين، 18 سنه يلعب دولي رجال. طب على مستوى المحلي الاتحاد الجمباز بيسمح للاعبين على مستوى الرجال يعني او الناشئين بدءا من 16 سنه 17 سنه. يعني انت 12 سنه بتعد في عشان يشارك محلي. يشارك في مرحله الدرجه الاولى. لا انا بتكلم على الناشئين. لا الناشئين بنبدا من 7 سنين 8 سنين 9 سنين بس. نعم. بتبقى بمهارات مخففه اساسيات لبناء اللعيب لتطور المستوى. موضوع صعب جدا. موضوع صعب جدا ومعقد جدا، بس طبعا احنا لا فوتنا ان احنا زي ما حضرتك ذكرت يعني ده بيحتاج امكانيات. نعم. وطبعا الامكانيات بتاعتنا امكانيات مكلفه جدا. فطبعا لم يبخل علينا مجلس اداره النادي الاهلي بقياده كابتن محمود الخطيب بتوفير الامكانيات دي من اعلى الماركات العالميه اللي معتمده من الاتحاد الدولي للجمباز. فعلا. طبعا. وفي السلطين يا دكتور. في السلطين نفس الامكانيات بنفس الخامات جايين من شركه عالميه معتمده كان بيتلعب عليها بطوله العالم. كان بيتلعب عليها بطوله العالم. دي موجوده في الصاله دي وفي الصاله دي، لم يبخل علينا بشيء. وده يعني انا لو ما عنديش امكانيات مش هعرف اعمل لعيب. طبيعي. ودي كانت احد الخطوات اللي ساعدتنا. لما رجعت النادي الاهلي انا في فتره مسكت المنتخب، كنت بدرب عمر هناك في المنتخب لغايه 2020. لما رجعت ثاني النادي الاهلي دي احد الخطوات الكبيره جدا اللي ساعدتنا لنعيد بناء فريق الدرجه الاولى من اول وجديد. الفريق السابق اللي كان من 2011 2015 بيكسب اول، حاجه طبعا عارف الدنيا اللي اعتزل والبطل والشغل والضغوط طبعا عشان اعيد ابني فريق قعد فيه 3 سنين. الحمد لله السنه اللي فاتت وشرفنا ان عمر كان معانا وجالنا. يعني حضرتك لما بدات تفاوض مع عمر السنه اللي فاتت، حضرتك كنت في الاهلي ولا كنت في الاهلي؟ في الاهلي. في الاهلي. وحضرتك اللي كنت المفاوضات دي انت دكتور محمد فؤاد؟ كان دكتور محمد فؤاد بيقاد دكتور محمد فؤاد طبعا. وقعدت نادي الاهلي ما بينساش الرواد بتوعه طبعا. كان ساعتها كابتن رؤوف عبد القادر وحاليا كابتن خالد العوضي المحترم وبيساعدنا مساعدات كبيره. ساعتها كان موجود كابتن رؤوف عبد القادر، كان المتصدر المشهد دكتور محمد وكابتن رؤوف عبد القادر. وطبعا في حوار بيني وبين عمر عن المزايا اللي موجوده في النادي الاهلي. ما شاء الله. وكلمه حضرتك اللي قلتها زمان، في كلمه حضرتك قلتها، الاهلي بيشتري ولاده.
لما اتصبت في ماتش ليبيا ونادي الاهلي اصر يسجلك. انت عارف القصه دي صح؟ طبعا صحيح. اصر يسجلك وبرغم ان كان في كسر في ايدك 2009 وما تخلاش عنك. الاهلي بيشتري ولادي، ودي حاجه من الحاجات اللي انا قلتها. رغم ان انا كنت ساعتها مضيت ما لعبتش مباراه واحده، لسه العقود اصلا ما توثقتش في الاتحاد بالظبط، كان ممكن النادي الاهلي يفسخ العقود. يفسخ العقود، النادي الاهلي ما بيعملش كده، ودي من مزايا النادي الاهلي. النادي الاهلي بيشتري ولاده وبيشتري لاولاده. وبيشتري اللي بيشتريه. وبيشتري اللي بيشتريه. صحيح. صحيح. فاحنا احنا شارين النادي الاهلي والنادي الاهلي شارينا. النادي الاهلي بقى لنا مكان جديد من خلاله بنحاول نبني اجيال جديده. الموضوع بياخد وقت. يعني احنا الموضوع ما بياخدش اقل من 3-4 سنين عشان تبدا تبان ملامح للفرق الجديده. احنا الحمد لله في الدوري الكسب الاول، نسعى ان احنا نستمر ان شاء الله نستمر. النادي الاهلي عمل معانا السنه دي حاجه جميله جدا. جاب لنا 2 خبراء في قطاع الرجال وقطاع السيدات من اوكرانيا تقريبا، من اوكرانيا، من اعلى المستويات، لم يبخل علينا بشيء. احنا عايزين خبراء. الموضوع ما خدش شهرين. الموضوع ما خدش شهرين. مين اللي جه؟ بطل اولمبي سابق، رئيس الاتحاد الاوكراني. الله. الراجل ده حصل هو كلاعب على 3 ميداليات اولمبيه، يعني اسم 6 ميداليات في بطوله اوروبا. كان رئيس الاتحاد الاوكراني، اختار ان هو يريح شويه وسافر يشتغل في اوروبا. لا انا اعرفه من زمان عن طريق الكلام، عندي استعداد اجي تجربه جديده لمصر. جه والراجل شغال بكل قوته. طبعا جه للاسف في بدايه موسم البطولات، فمعدل التغيير في الشغل مش هيبقى كبير. بس مع اللونج تيرم، مع اللونج تيرم هو حاطط لونج تيرم استراتيجي ان شاء الله هتطبق بشكل كويس. ودي حاجه برضو زي ما بنقول، النادي الاهلي بيشتري ولاده وبيشتري لاولاده. النادي الاهلي اشترى لاولاده خبره كويسه. الله ينور عليك يا دكتور. وخليني برضه اروح لعمر بقى، يعني اكيد الجمهور متشوق. انت ما كنتش معانا في النادي الاهلي من سنه، كنت بتلعب في المؤسسه العسكريه صح؟ اه مظبوط. وبعد كده بدا النادي الاهلي يكلمك. ان ايه؟ كلمنا عن قصه انتقالك للنادي الاهلي، كانت ازاي؟ الاول كان في معايا مدربين في المنتخب، كابتن كريم كان مدربي في المنتخب، كابتن عرفات كان مدربي في المنتخب، كان ساعتها كابتن عرفات برضه ماسك في النادي الاهلي. نعم. كان حصل تواصل بينهم، وكابتن ودكتور محمد فؤاد كان برضه في فتره في المنتخب معايا، فاحنا اصلا نعرف بعض بره المنتخب، بره النادي الاهلي وبره المنتخب وبره كل حاجه، احنا في كلام بينا، في تواصل. فابتدينا نتواصل بشكل كده اللي هو بنرمي هنتات ممكن تيجي، ودي حاجه يعني ما حصلتش قبل كده، ايه رايك انك تيجي؟ انا ما عنديش مشكله، انا داخل فتره جديده، تحدي جديد، اهداف. والانتقال فري يعني، كنت وقتها مش ماضي عقود، مش ملتزم بحاجه. ساعتها كان الكلام وخلاص موسم الانتقالات جاي، كان بعد الاولمبياد. طب لو مش انا في الموضوع فعلا تيجي؟ لو مش انا في الموضوع فعلا اجي، مفيش مشكله. ابتدوا الصراحه يعني الموضوع خد وقت كبير، كلام كتير، ما خدش وقت الصراحه في الموافقات خالص، بس على ما حضرنا له وجهزنا له يعني خد كلام كتير. الموضوع مجهد لان هو حاجه ما حصلتش قبل كده في لعبه فرديه. فعلا ما حصلش في جمباز قبل كده انها انتقال. ده بالنسبه لي انا حاجه في سي فيه كبيره جدا. بس الموضوع الحمد لله ابتدى يتمشى فيه. طب بعد سنه او سنه ونص وجودك مع النادي الاهلي، انت سعيد بالتجربه دي؟ هل انت جدا شايف جدا جدا الموضوع فارق جدا. انا في حاجات كتير قوي تبع النادي كانت الاول شغلاني، حاليا انا مش بفكر فيها زي خالص. ايه مثلا؟ زي ايه؟ في ما يعني في حاجات مثلا زمان كنت يعني لو لا قدر الله، لا قدر الله، انا لعبتي شويه صعبه، شويه محتاجه تكاليف، وشويه كمان الاصابات فيها اسهل حاجه. فلو لا قدر الله في اصابه او في حاجه، ايه اللي هيحصل؟ فلا انا عارف ان الحته دي متامنه. طب لو في مثلا مكملات، التزامات، حاجات شخصيه بتاعتي انا طبعا عشان تساعدك ان انت تادي بشكل جيد بالظبط، حاجات انا محتاجها. نعم. لا ده كمان تكاليفه موجوده، فلا الحاجات دي في رعايه من الاهلي جايه بالظبط. في بدل الصاله 2 يعني على احسن مستوى. فانا لا لو في مدربين، في كل حاجه، انا متقدم لكل حاجه، في نفس الوقت فريق ورايا، ففي كذا حاجه متقدمه لي بشكل كويس. فانا حاسس ان انا مش بتعب بالشكل اللي كنت بتعب بيه قبل كده. وانا شايف ان ده هيبقى يعني بشكل او باخر هيساعدك، يعني هيخليك زي ما بيقولوا مركز في الملعب. بالظبط، انا مركز دلوقتي، هو ده الجزء اللي بتكلم فيه، اللي هو انا بشكل كبير مركز على الملعب بس، مفيش عوامل خارجيه مشتتاني او مخلياني اتكلم فيها كتير، لا مفيش حاجه بتكلم فيها اصلا، انا دلوقتي شغلتي الملعب بس. ده شيء كويس. ده كويس جدا، ودي حاجه تسعدنا. طيب جداً. احنا هنتكلم عن اللي فات، انت شاركت في بطوله افريقيا وخدت اول. خلينا اوضح للساده المشاهدين، الاول الجمباز بيبقى 6 اجهزه.
لو انا غلطت صحح لي على طول. يبقى 6 اجهزه. بيبقى اللاعب بيبقى متخصص في جهازين او 3 بيبقى متفوق فيهم. انما بيبقى في لاعب بيلعب اول راوند اللي هو بكل 6 اجهزه. عمر من هذه او هؤلاء اللاعبين هو بيقدر يلعب ب6 اجهزه. اي نعم هو لما بيروح بطولات عام او كاس عالم بيلعب في 3 اجهزه بس اللي هو الارضي وحصان القفز والحلق متميز فيهم اكتر، ولكن عمر بيعمل الاصعب بيلعب ب6 اجهزه. كلامي صح؟ مظبوط مظبوط. طيب سيبك بقى من الكلام ده كله، اني جهاز مقرب الى قلبك؟ يعني في اوقات الخماسي مثلا لما بيجي ضيوف الخماسي معايا وبيلعبوا 5 العاب بقول له انت اني لعبه من دول؟ يعني هم الحمد لله كلهم اجتمعوا ما بيحبوش الجري بس ايه القوله الواحده كلهم اجتمعوا، بس في لاعب يقول لك احب الفروسيه، في لاعب يقول لك انا بحب السلاح. 6 اجهزه، انهي جهاز قريب لقلبك؟ الارضي وحصان القفز دول اكتر حاجه مقربين لي من وانا صغير يعني. بتحب تلعب تستمتع باللعب عليهم جدا يعني، بحس ان انا بدي فيهم وانا مستمتع يعني، هم اللي بيطلعوني من الاستريس، هم اللي بيطلعوني من الزعل، هم اللي بيطلعوني من كل حاجه، والجمباز عموما هو اللي بيطلعني من كل حاجه. بس انت على المتوازي في بطوله العالم اللي فاتت وقعت وقعه صعبه. في كاس العالم اللي كان موجود كاس العالم موجود في مصر والناس كلها اتخضت عليك وقالوا ده بس خلاص ده مش هيكمل البطوله. احكي لي قصه الوقعه دي. ساعتها كنا ده كان اول كاس عالم يتعمل في مصر، انا كنت لسه طالع من بطوله الافريقيه المؤهله قبلها باسبوعين تقريبا. صحيح كنت عز ازمه كورونا كمان. بالظبط، فكان في شويه ضغط كتير، ستريس كتير عليا انا شخصيا، اللي هو دي بطوله مؤهله وهو يا صابت يا خابت وبوظ. نعم. انت لعبه اللي هو الغلطه بفوره وتلعب على 6 اجهزه، فمش معنى مشيت على 5 تمام ربنا يستر في السادس، دي ضيعت مني برده ميداليه في بحر المتوسط من قريب. خبر ابيض بالظبط. لازم تركز في الستة. الموضوع جهاز شويه بالظبط، وما فيهاش تركيز زياده عشان ده يوديك ممكن حته ثانيه تنشنه زياده بالظبط. فانا كنت لسه خارج الحمد لله من البطوله الافريقيه المؤهله وعملت فيها مجهود كويس جدا، جبت فيها سكور كويس جدا وتاهلت. تمام. خرجت ساعتها كان في كاس عالم انا برضو كويس على كام جهاز واول كاس عالم في مصر، فانا كنت ضاغط نفسي زياده وده كان حاجه غلط يعني. خبرات تعلم خبرات مفيش مشكله، من الحاجات اللي انا اتعلمت منها كتير ما اضغطش نفسي زياده، التركيز الزياده وحش، كنت مركز زياده ان انا اطلع الجمله باحسن شكل ممكن، ففردت زياده ركبتي بس وقعت. بس وقعت على ظهرك ولا على كتفك ولا وقعت ركبتي اتفردت وبعدين وقعت على وشي، فالناس فكرت ان هو كده ده في غضروف الوقعه دي مش كويسه ومش عارف ايه، والجمهور اصاباته كتير صعبه. الحمد لله الحمد لله. لا كانت سليمه الحمد لله. 100 ان شاء الله. الحمد لله. طب انت اللي جاي عندك ايه يا عمر اللي جاي؟ ان شاء الله عندي بطوله فراعنه كمان اسبوعين طبعا في القاهره. فراعنه في القاهره بطوله دوليه الحمد لله كمان اسبوعين، النادي الاهلي كله نزل فيها باذن الله انا والفريق بتاعي ان شاء الله. يعني دي ممكن تخش بيها باسم النادي ولا باسم المنتخب؟ انا نازل فيها باسم النادي. تمام ممتاز. النادي كله هيشارك فيها كام لعيب يا عمر؟ هيشارك فيها اخر مره شارك فيها 112 لعيب من كذا دوله. في دول رانكينج عاليه؟ في دول في ناس جت معايا داخلين معايا في بطوله العالم اللي فاتت، في ناس تقيله. يعني منافسه شرسه. طب الفراعنه كمان اسبوعين هنا في القاهره ان شاء الله. طب بعديها؟ بعديها على طول في بطوله الجمهوريه، دي اول حاجه باذن الله اللي هننزل فيها مع النادي الاهلي برضو شهر 1 نص واحد تقريبا، وبعدين باذن الله بقى في كاسات عالم دوليه من شهر 2 لشهر 3. دي بقى عشان تتاهل منها للاولمبياد ولا دي ولا قصه تانية؟ دي ليها قصتين، دي عشان انت بتاكد على جمل بتبتدي تظهر نفسك للحكام اللي هو تمام. مصر دوله موجوده في اجهزه بتبتدي تبان كلاعب، فتبتدي لما تروح بطوله العالم اللي هي المؤهله او الافريقيه المؤهله يبقوا شافوك قبل كده. بالظبط، يبقوا عارفين ان اللعيب ده لعيب كويس، اللعيب ده بياخد درجات كذا، فما تنزلش عنها لان هي برده شويه فيها سياسه. بالظبط كده. فيها تقدير الراجل ده الهيستوري بتاعه ايه. بالظبط. برافو عليك، انا ساعات بحس كده. ما هو انت اللي اتشافت كتير فبتبقى ثابت نفسك في مكان معين. نعم. فلو ثبت نفسك في مكان وحش هتفضل فيه. بالظبط. ثبت نفسك في مكان كويس هتفضل فيه حتى لو لا قدر الله حصل بدلك او حاجه، فالناس لا شايفاك وعارفه. شايفك قبل كده وعارف حتى لو في بدلك، لا الراجل ده مأدي اداء كويس في البطولات. بالظبط. ممتاز ممتاز. وهنفضل نتابع بقى معاك وهتكلم بالتفصيل عن بطولات العالم دي. بس اجي لك يا كابتن كريم، يمكن فريق الرجال عندنا النهارده في النادي الاهلي كام لاعب؟ بيضم كام لاعب؟ هو احنا عندنا قصه بس حابب اوضحها، انا البطوله شيء وعدد اللاعبين شيء تاني. ممتاز. طيب فهمنا الفرق. انا عندي مراحل التنافسيه من تحت 7 سنين لغايه الدرجه الاولى. ممتاز. لو الدرجه الاولى 16 سنه. ايه ما ليه 16 سنه. انا عندي اللعيب جه في مرحله الدرجه الثانيه حقق السكور اللي الاتحاد محدده ان هو يبدا يطلع يتصعد يبقى اسمه لاعب درجه اولى. ممتاز. فممكن يبقى متصعد عندي 10 لاعبين 15 لاعب، انا دلوقتي عندي في حدود 10 لاعبين في الدرجه الاولى متصعدين وجايبين الدرجات اللي الاهلي بيلعبوا. تمام. بس انا باجي في الاخر منافسات الفريق محقق في 5 لاعبين بس هم اعضاء الفريق. تمام. هل الباقي ما بيلعبش؟
لا بيلعب، بس بيلعب بشكل فردي، ممكن يلعب 6 أجهزة، ممكن يلعب جهاز، بس خمس لاعبين. لا هيلعب باسم نادي الاهلي. لا ما هو باسم نادي الاهلي بس ما يخشش الفرقه. حسبه الدرجات مش في الفريق. حسبه الدرجات بتحسب ازاي؟ انا عندي الخمس لاعبين بيخشوا على الجهاز زي الارضي مثلا، تمام، كل واحد بياخد درجه، بناخد اعلى 3 درجات للاعبين نجمعهم على بعض، ولنفرض مثلا كل واحد جاب 15، مع ان 15 درجه عاليه يا رب تجيبها، نحسبها عشان يبقى مجموع الفريق 45 على الجهاز ده، ونمشي كده على الاجهزه كلها، في الاخر نلاقي مثلا الفريق مجمع 250 ونشوف المنافس مين، ونشوف المجمع كام، يبقى هي ترتيب الفرق في البطوله. ممتاز. احنا بنختار كام بطوله بقى؟ هي احنا نلعب بطوله الجمهوريه بس ولا في منطقه؟ بطوله الجمهوريه للظروف التنافسيه اللي بتحصل ساعات في المراحل الدرجه الاولى بتتعمل على يوم واحد بس، في العادي بتتعمل على يومين او ثلاثه. لو بس هي بطوله واحده جمهوريه، مفيش بطولات محليه كتير. لا بيتعمل ساعات كاس مصر، بيتعمل ساعات بطوله الفراعنه، دي كانت بديله لكاس مصر. بطوله الفراعنه كمان اسبوع. دي كان بيتعمل مكانها كاس مصر للاجهزه الفرديه، يعني انا اخش هلعب حسام قفص، يعني عندي لعيبه النادي الاهلي في ولاد نازلين مثلا حسام قفص وارض بس، ولد نازل متوازي، هي بطوله فرديه للاجهزه. ودي احد المراحل التنافسيه في البطوله. عمر هيلعب بقى في بطوله الفراعنه دي على 6 أجهزة ولا هيلعب حسام قفص بس؟ حسام قفص هو داخل. طب ليه حضرتك اخترت، ولا عمر ولا مين اللي اختار؟ لا هو احنا بندي الحريه للاعب في المرحله دي ان هو اللي يختار بنفسه. وعمر ما شاء الله يعني في المنتخب معاه جهاز فني محترم، هو السيستم عندنا في الجمباز ان الولد بيتمرن معانا، بس هو لما يتم اختياره في المنتخب بيروح يتمرن في تجمع المنتخب. هو الطبيعي. وبقى في متابعه سواء عن طريق التواصل التليفوني او سواء عن طريق ان انا اروح ابص عليه اتفرج عليه بالراحه كده من بعيد لبعيد يعني، او سواء عن طريق مثلا التواصل الشخصي مع عمر يعني. في متابعه وفي تواصل، حتى الخبير مستر ايجور راح اتفرج عليه مره. مستر ايجور تمام، راح اتفرج عليه مره، فهي دي المتابعه. عمر خيرنا قال لك هلعب حسام قفص. ممتاز، وان شاء الله يتوفق فيه وتبقى برضو يعني منافسات، هو اكيد ليه تارجت ما شاء الله. بص يعني يا ريت عندنا في مصر لعيبه ربنا يحميه يا رب ويبارك فيه ويحفظه، لعيبه كتير اولا باخلاق عمر و وامكانياته ربنا يبارك له والباشن اللي عنده. انا شايف اول حاجه عمر قالها عندنا ان احنا في النادي الاهلي اول حاجه بنعملها، قال لي انا حسيت بروح الفريق. تعليقه بعد بطوله فاتت، قلت له ايه تعليقك بعد اول بطوله يا عمر؟ انا حسيت بروح الفريق، حسيت ان احنا كلنا واحد. عمر البطوله اللي فاتت جاب اول الحمد لله، بس بعد الجهاز الاولاني هو ربنا ما وفقوش في الجهاز الاولاني، حصل خطا. كل الولاد اللي وقفوا معايا خلاص عمر كان حصل حاجه نكمل ونعمل، الحمد لله ربنا كرمنا وعلى الجهاز الرابع في البطوله كنا فارقين عن الحمد لله رب العالمين. بس دي حاجه جيده جدا، ويعني اهلا بيك في عالم النادي الاهلي. مش هقول لك غير كده يعني بصراحه، يعني يعني هتحس باحساس تاني خالص. حتى مصطفى عسل السكواش، كل اللعيبه اللي بتلعب العاب فرديه طبعا احنا سعداء بيهم واكيد بنبقى فرحانين بيهم في النادي الاهلي. حاجه جميله الصراحه. طب خلينا نكمل كلامي مع حضراتكم، بس خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين ونرجع نكمل كلامنا عن الجمباز. عندنا كلام كتير هنقوله مع عمر ونقوله مع كابتن كريم، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وافكر حضراتكم طبعا بضيوفنا اللي منورنا في الاستوديو، كابتن كريم عبد الرحمن المدرب العام لفريق الرجال الجمباز بنادي الاهلي ونجم النادي الاهلي السابق ونجم منتخب مصر واللاعب الاولمبي السابق، وايضا عمر العربي لاعب منتخب مصر الحالي ولاعب النادي الاهلي واحد ابطال افريقيا، مش ابطال، بطل افريقيا واحد اللاعبين الاولمبيين ايضا. عمر اجيلك، يمكن في يعني اكيد مجموعه من الشباب اتفرجوا علينا، انت مثل اعلى ليهم، وعايزين نبتدي ببدايتك عشان برضو يبقى الحلقه فيها نوع من انواع مخاطبة النشأ. انت بدأت جمباز ازاي وليه جمباز؟ انا وانا صغير كنت شويه اوفر باور يعني، ومامتي كان حلمها وهي صغيره ان هي تبقى لعيبه جمباز. فعلا؟ بس ما لعبتش تمام، بس فدي حاجه كانت في دماغها. كنت بقدم في مدرستي فشافني مدرب جمباز، قال لمامتي ان هو الباور بتاعه بامكانياته ممكن يبقى لعيب جمباز، فخلاص ماما وافقت لان انا حابب الموضوع جدا ودخلت جمباز. كان عندك كام سنه تفتكر؟ 6 سنين، انا ابتديت 6 سنين. بدايتي ما كانتش احسن حاجه، ما كنتش اقوى حاجه، كان الشيب بتاعي مش احسن حاجه برضو، يعني شيب الجمباز في العادي المفروض ابقى مثلث. 7 بالظبط، انا بقى كنت العكس، كنت تمام. كنت رجليا كويسه جدا، جسمي من فوق ضعيف. على الشغل. بالظبط. فابتديت ازاي؟ ابتديت منين؟ يعني والدتك ابتدت معاك منين؟ خدتك وراحت بيك فين؟ رحنا بدايتي نادي المؤسسه. نادي المؤسسه فين؟ بالظبط. في اسكندريه. ابتديت نادي المؤسسه ده طبعا بيضم نجوم كبار جدا في العاب كتير وخرجت لمصر كتير. وانا من حظي ان انا اتمرنت مع
مع شخص يعني قامه من قامات الجمباز الله يرحمه كابتن صابر، الله يرحمه. ده ليه فضل كبير جدا عليا في الشخصيه وفي الجمباز وبره الجمباز وفي التفكير. الشخص ده قدم للجمباز عموما، قدم لي انا كتير جدا على المستوى الشخصي، فانا من حظي ان انا حضرته. بس ف انت والدتك خدتك لنادي المؤسسه، انت اسكندراني اصلا وبعد كده رحت يعني، بس غريبه اسكندريه في الجمباز، حتى رئيس الاتحاد برضه اسكندراني دكتور امين، يعني قصدي اقول له ان هو اسكندريه فيها قامات كبيره من هو اسكندريه والقاهره الاثنين كويسين جدا يعني. الناس اللي قبل كده كانت مثلا قهرويه، هي الفكره كلها بس ايه يعني مين بيتعب اكتر. هي اسكندريه كمان دلوقتي نواديها مش كبيره زي القاهره، نواديها قليله، فالنوادي اللي معروف ان هي كويسه قليله، والناس اللي معروف ان هي كويسه برضو قليله، يعني مش زي القاهره كبيره فيها كذا نادي، فيها كذا حد ومش عارف ايه. اسكندريه شويه اصغر. تفتكر عمر اول بطوله شاركت فيها اللي انت دخلت نادي المؤسسه واحتضنوك هناك بشكل كبير، اول بطوله لعبتها كان عندك كام سنه؟ 6 سنين ونص. ده على طول. فاكر انت اديت فيها ازاي؟ ما كانتش احسن حاجه وما جبتش ميداليه، جبت ميداليه فريق عشان حد تاني من الفريق لعب كويس. مش مشكله بالظبط، فانا جبت ميداليه فريق كنت مبسوط بيها جدا. دي الفكره يعني، معايا الصوره كنت مبسوط بالميداليه دي جدا، اني ما عملتش حاجه فرديه. هي كان كله فريق. تاني بطوله ابتديت اظهر شويه فردي، جبت ميداليه فضيه. ابتديت اظهر وانا 9 سنين، ابتديت ابقى متميز شويه. جيت عند سن 12 سنه كانت اول بطوله دوليه اشارك فيها، كبطولة عربية في مصر. جبت فيها أول الحمد لله على جهاز الأرضي، وجبت فيها تاني فردي عام، ابتديت أظهر شوية كلاعب كويس، فضلت الحمد لله أطلع بمستواي لغاية ما وصلت التوب بتاعي 2018 في بطولة أفريقيا ناميبيا رجال. ده كان التوب بتاعي الحمد لله، جبت أول فردي عام وأول يعني على جهاز الأرضي، ما شاء الله. وكانت ميداليتين بقالهم فترة ما دخلوش مصر. فكان بالنسبة لهم إحساس كانت وكان سنك صغير ساعتها، كنت بتتكلم في كانت أول بطولة تقريبا كبار، بطولة أفريقية كبار أنزلها في في الوقت 19 سنة برضو، كان سن صغير يعتبر. بالظبط بالظبط. ورحت جاي رجعت من البطولة، حصل إصابة شوية قوية يعني، ما كانتش أحسن حاجة، كانت فترة سيئة بالنسبة لي. قعدت سنة تقريبا كاملة مش بنزل بطولات، عملت عملية وكنت كان فين إصابتك؟ كانت فين؟ في قصبة رجلية بس كده. كان شرخ إجهادي ولا كسر إجهادي؟ هو كان شرخ إجهادي، اتعالجت منه إن هو حاجة اسمها ورم حميد، فاتعالجت غلط، فالموضوع زاد شوية. بتيجي دايما في القصبة خالص، بتيجي دايما حتة الورم الحميد ده بيجي دايما في القصبة، بالذات إن أنا بلعب أرضي. بس بيتعرف بأشعة معينة، في أشعة بتتعمل على القصبة بتجيب إذا كان ده ورم حميد ولا شرخ إجهادي. بالظبط، هو الفكرة كلها إن أنا هو كان شرخ إجهادي، حصل فيه تكلسات، فحتى الأشعة ما كانتش عارفة تبينه، احنا مش عارفين ده تكلسات ولا تعمل مسح او حاجه زي كده. وبعد كده هو اضطر ان هو يفتح في العمليه، وكنا متفقين على حاجه وحاجه ثانيه حصلت. قعدت سنه في الموال ده، قعدت سنه في الموال. بس انت دلوقتي الحمد لله زي الفل. لا لا الحمد لله حاليا زي الفل. اطمن عليك يعني. لا 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 زي الفل، زي الفل الحمد لله. طب خليني برضو اجي لك كابتن كريم. طبعا اكيد خليني اجي لك كابتن كريم، يعني يمكن برضو عايز يعني الينك بعض الامور. حضرتك طبعا لاعب دولي ولاعب منتخب مصر السابق، وليك خبره كبيره جدا كلاعب في الجمباز ودلوقتي في الناحيه الفنيه، وجامع كل ده معناها اكاديميه، فما شاء الله يعني قامه كبيره جدا. الحمد لله، سعداء ان حضرتك منورنا النهارده. طيب امتى من وجهه نظر حضرتك يبقى عندنا لاعب، طبعا زي عمر كده عندنا 5 6، ولاعب منهم يبقى على مستوى عالمي كبير؟ ايه اللي ينقصنا من وجهه نظر حضرتك؟ احنا ينقصنا السيستم بس يتظبط. لعيب بره لما رحنا معسكر بره بنتمرن 3 مرات في اليوم. فين؟ يعني مصر؟ روسيا. في روسيا تمام. دولة كبيرة في الجمباز. روسيا كده. ورحنا اوكرانيا، يعني رحنا الدول دي كلها. دول عظمى في الجمباز. نتمرن الساعة 7:30 الصبح، بنعمل فيزيكال فيتنس، بيزك فيزيكال فيتنس، اعداد بدني اساسي. بعدين في تدريبة اساسية من 10 ل 12:30. تدريبة تانية اساسية من الساعة 4 ل 6:30 7. في 3 تدريبات في اليوم. اللاعب هناك بيتمرن بمعدل من 16 ل 18 وحدة تدريبية في الاسبوع. يا خبر ابيض، مين اللي يتحمل ده؟ بنتحمل. بنتحمل عادي. بنتحمل وبنرجع المستوى بتاعنا فارق، سواء الاجيال بتاعتنا، الجيل بتاعي او الجيل بتاع عمر، بنروح بنتحمل. وده دليل ان احنا اللعيب بتاعنا لا لعيب امكانياته عاليه جدا. طب لما رحنا هناك في روسيا واوكرانيا وكان في الاحتكاكات القويه دي مع الفرق اللي هناك والمعسكرات والمعايشه، كنا بنسد وبننافس معاهم؟ بنسد وبننافس وبنشوف في التدريب، بس في حاجات معينه في الوحدات التدريبيه بتاعتهم طبعا بيبقوا سابقنا فيها، لان طبعًا. ده نظام هو ماشي عليه من هو صغير بالفتره. انا مثلا باخد اسبوعين على ما بتاقلم على سيستم التدريب، بس ببدا المستوى يتطور.
هو بالنسبه له نظام التدريب ده شيء يومي هو معتاد عليه زي نظام الحياه، هو داخل في نظام الحياه عنده. طب مثلا ليه لو مش قادرين نطبق هذا السيستم في مصر، ليه ما ناخدش لعيبه البروميسنج اللي زي عمر وغيره وغيره ونروح نقعدهم في روسيا 6 شهور 7 شهور؟ هو بيحصل بس الموضوع مرتبط جامعات والدنيا الجامعات والدنيا صعبه يعني. الموضوع مرتبط بالحياه، في إيه؟ الحياه انت عندك دراسه عندك ارتباطات اجتماعيه، الموضوع طب اللي هيروح معاه ده ما هو برضه عنده اسره. الموضوع يعني لو اتعامل عندنا هنا اماكن في مصر جميله، عندنا امكانيات في مصر جميله تصلح انها تعمل فيها الكلام ده، مش لازم اسافر، ممكن الاسهل تجيب الخبراء. طيب كويس، انت قلت كلمه حلوه جدا. طيب الخبير طبعا مستر ايجور الخبير الاوكراني اللي موجود النهارده في مصر، هل بدا ياسس معاكم طبعا بالمشاركه معاكم هو حاطط هذا السيستم زي ده؟ هو حاطط بصراحه. بص حاجه، احنا عندنا النادي الاهلي ماشيين بسيستم نشاط رياضي جهاز فني مديري الجهاز دكتور محمد فؤاد وبالتعاون بيننا وبين بيننا كلنا كمنظومه. تمام. كابتن خالد العوضي في بدايه اطلق ايد الراجل قال له ابني لي الاستراتيجيه بتاعتك. تمام. قعدنا في اجتماعات، الراجل قال لي ان الاستراتيجيه بتاعتي تقسم على مرحلتين، انا جيت في بدايه موسم البطولات احاول اظبط الدنيا على قد ان الولاد يبقوا بشكل كويس بشيب جيد. تمام. وبيشغل وبيحط بلاننج بالمدربين اللي واجههم في المراحل السنيه الصغيره عشان برضو مش ينزل بايده الراجل يشتغل مع طفل 7 سنين صعب. فبيحط البلان للناس يشتغل عليها وانا بنقلها للناس. في مرحله ثانيه ما بعد انتهاء البطولات، الاتحاد السنه دي اتحاد الجمباز اللجنه الفنيه برئاسه الدكتور محمد علي عمل حاجه جميله جدا، هي حاجه صعبه على المدربين وعلى مجتمع الجمباز جدا، خلى مواعيد البطولات بدري. خلى مواعيد البطولات قدمها شويه السنه اللي فاتت او المواسم اللي فاتت. كان الهدف منها ايه؟ ما انا هقوله لسيادتك حضرتك. البطولات كانت بتبدا شهر 2 شهر 1 يعني. لعبنا الجمهوريه اللي فاتت في شهر 4 الفريق الدرجه الاولى. لكن السنه دي خلينا مواعيد البطولات بدري، دي حاجه جميله جدا، انا واحد من الناس شايفها جميله. ليه؟ هيديني فتره طويله جدا ان انا اعمل فتره اعداد اوف سيزون طويل اوف سيزون صغير، بعدين اعمل فتره اعداد طويله للسنه الجايه الموسم الجاي 23 24 وهي دي الفترة بقى اللي انت هي فترة صعبة على مصر كلها وموسم صعب على مصر كلها، لان انا بضطر اخلص الشغل بتاعي والمرحلة الاجبارية بتاعتي فترة صغيرة ما تتعداش الشهرين ثلاثة، وده في عمر الجمباز ولا شيء في العمر التدريبي للاعبي الجمباز. وعندك 10 شهور بقى اتمرن وعندك عندي 9 شهور 10 شهور ممكن تخليهم منافسات تجريبية، ممكن تخليهم فترات اعداد. طب هل نقدر ال 10 شهور نعمل السيستم اللي حضرتك شفته في روسيا الثلاث تمارين في الاسبوع؟ هنحاول نعمله في اي فترات الاجازة، احنا فترات الاجازة اوريدي في النادي الاهلي السيزون اللي فات اللي هو في الصيف كنا عاملين وحدتين تدريبتين بما يعادل من 9 ل 12 وحده اسبوعين. اسبوع ممتاز. يعني احنا عملنا السيستم ده اوريدي من 1/7 من ساعه تشكيل الجهاز الجديد الى بدايه الدراسه. وكان فيها وحدات للاعداد البدني وفيها وحدات للاعداد المهاري الاساسي، وده اللي الحمد لله قدرنا شويه ان احنا نعمل نتائج طيبه في بطولات كاس مصر، وهنبدا باذن الله يوم الثلاث الجاي بطولات المرحله الثانيه من بطولات الجمهوريه ان شاء الله. طب كابتن حضراتكم يعني تمرين الرجال، احنا عندنا صاله في الاهلي الجزيره وصاله في الشيخ زايد، بتتمرنوا ازاي؟ يعني مثلا فريق الرجال عمر هو بيتمرن يعني هنا ولا بيتمرن هنا وانتم بتحددوا ازاي؟ بس استاذن حضرتك اسمع اجابتك بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا عن الجمباز. زي ما حضراتكم شايفين جهد كبير جدا جدا بيبذل في الجمباز سواء جوه النادي الاهلي او في مصر، وعندنا كلام كتير بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، ويمكن قبل الفاصل كنت بتكلم مع كابتن كريم على الفرعين. احنا عندنا فرع الجزيره صاله وعندنا فرع الشيخ زايد ايضا صاله، كنت بساله ازاي بيقدر يهندل التدريب ما بين هنا وهنا وامتى الفريق الرجال بيتمرن هنا وهنا، فكنت عايز اسمع اجابتك يا كابتن. هو احنا عندنا الفريق التدريب الاساسي لفرق الرجال فرع الجزيره، في اعضاء الجزيره بيتمرنوا في اعضاء النادي الاهلي بصفه عامه في الفرع الاساسي فرع رئيسي. الفرع الثاني معظم اعضاء الشيخ زايد اهل الشيخ زايد بيتمرنوا هناك. نعم. امكانياته عاليه جدا، نفس الامكانيات، وفي حاجات تفوق يعني، في حاجات امكانيات جبناها الحمد لله الاحدث في فرع زايد. عشان دي احدث منها بوضع طبيعي يعني. بوضع يعني عشان هي جت معموله اجدد. اجدد فاتعملت بشكل جميل يعني. احنا ساعات بنحتاج الامكانيات اللي هناك. فبحدد ميعاد مع الاولاد ان احنا بنروح نعمل تدريبه متخصصه في جزء معين في اهل الشيخ زايد. الولاد عايزين يغيروا شويه يتمرنوا في مكان تاني، الاهلي بيتنا ومكاننا، بنروح نعمل تدريب
في اهلي شيخ زايد. ساعات بيبقى عندنا صيانه مثلا في النادي الصالة. الاهلي في الصاله نظافه وتعقيم وبتاع، ودي حاجه بتتعمل بشكل دوري عندنا، ودي حاجه الحاجات النادي بيهتم بيها. فبدل ما ناخد اجازه بننقل التدريب في الشيخ زايد. يعني افهم كلام حضرتك ان وجود شالتين ده بيديك مرونه كويس. بيديني مرونه في تنفيذ الخطه التدريبيه بتاعتي. نعم. عشان ما اجيش مثلا الاقي نفسي يوم مش عارف اتمرن لظرف مثلا زي الصيانه. يوم حر التكييف مش ساعد معايا او حصل حاجه. بتعملوا صيانه او بتعملوا صيانه ولا حاجه؟ لا بنقل التدريب بتاعي. طب كابتن يعني بحكم برضه يعني تاريخك كبير يا كابتن والنشأ، يعني انتوا اكيد طبعا عندنا مدرسه كبيره بيجي اعضاء الجمعيه العموميه يقدموا لاولادهم زي ما عمر بدا طبعا. يعني عنده اربع او ست سنوات بدا زي والدته ما خليته والدته، اكيد بيحصل نفس الكلام مع عشرات من اللاعبين. هل مثلا يعني بتقعد تشوف تقول والله اللاعب ده جاي لي لا ينفع يلعب؟ بيحصل اختبارات. اه طبعا. هل ممكن تقول ولي امر مثلا لا ابنك الحقيقه او بنتك لا تصلح، خلي بالك ممكن هو احنا عندنا عدد معين للفريق بيتم اختياره. نعم. العدد ده اللي هو بيعمل اختبارات وبنرتب اللاعبين. بس اختبارات ايه؟ هو لسه ما اتعلمش ولا بتعمل ايه؟ بص حضرتك احنا بيقعد فتره في يعني عشان احنا كده احنا السنه دي عاملين مواليد 2018 هيتم اختيارهم. 2018 دول بقى لهم سنه بيتمرنوا. يعني اول فرصة. اول ممتاز. السنه الجايه ان شاء الله نفتح لمواليد 2019 يقعد سنه او سنه ونص يتمرن بعدين يخضع لاختبار. الاختبار ده بيفرز عنه افضل مثلا 12 عنصر 14 عنصر 20 عنصر بنضمهم بقى. بنضمهم للفريق تحت 7 سنين بالنسبه للبنين وتحت 6 سنين بالنسبه للبنات. البنات سابقين بمرحله. انا عارف طبعا. البنات سابقين بمرحله صغيره. بنضمهم وبنقول لولي الامر. بعد برضو سنه او اتنين في الجمباز بيبان في ولد ممكن يبقى له تاريخ وله سي في في الجمباز وممكن امكانياته تسمح، في ولد ممكن امكانياته تفيده انه يلعب رياضه ثانيه اخرى بعد سنه او اتنين في الجمباز. لان سنه او اتنين في الجمباز انت اكتسبت عدد من القدرات البدنيه بتبان بقى. حتى لو مش هتنفعك في الجمباز تنفعك على بخرى. هتروح في لعبه ثانيه. انا وقفت بنتي من الجمباز بعد اول سنه فعلا. ليه بقى؟ باب النجار مخلع ولا ايه؟ لا دكتور انا شفت حاجه تانية. انا شفت ان امكانيات بنتي لن تسمح لها بتطور بزياده في الجمباز. برافو عليك. وجيت قعدت مع نفسك اول بطوله بعديها لعبت سنه قلت لها انت عايزه تلعبي جمباز يا حبيبتي تاني؟ قالت لي صعبه شويه يا بابا. انا حقيقي بفكرك ده يا دكتور بصراحه. بتلعب دلوقتي كاراتيه مع المحترم كابتن مراد عاصم في فريق النادي الاهلي. كابتن مراد عاصم ماشي كويس؟ الحمد لله احنا بنحمد ربنا. بس انا احييك على هذا القرار. يعني انت كنت امين مع نفسك في اولياء امور انت حضرتك بطل كبير في الجمباز تقول لا انا عايز ابني او بنتي يلعبوا بالعافيه. لا مش غصب. برافو عليك. مش غصب. هي مش غصب، هي انت تشوف ابنك امكانياته تسمح له بايه بدل ما يضيع الوقت عليك. انت دلوقتي ابنك عنده 8 سنين 9 سنين ممكن يسمح له ان هو يلعب 3 4 5 9 رياضات اخرى غير الرياضه اللي هو متخصص بيها، سواء جمباز او العاب قوه بدا فيها ايا كان. لما بيبقى 10 سنين الرياضتين اللي ممكن ينضم ليهم هو في السن ده بيبقوا رياضتين، لما يبقى 11 سنه بيبقوا واحده، 12 سنه كومبيتيشن اصعب مش هيلاقي حد حاجه تضمه يبدا فيها من اول وجديد. فانت كده بتضيع عمره بتضيع عمره في الفاضي. سيب هو يختار وانت تدعمه في القرار. ربنا يدعمه في القرار. يعني بصراحه احييك على القرار ده. طب احنا الوقت بيمر بسرعه عمر، بس احنا دايما لما بيكون معانا لعيب كبير ونجم كبير وحد بروميسنج منتخب مصر بنساله عن طموحاته، اماله ايه الفتره اللي جايه؟ ونيجي بعد 6 شهور سنه نتقابل ونشوف وصلنا فين؟ ايه طموحاتك وايه احلامك الفتره القادمه؟ يعني ان شاء الله احنا الاول في حاجات اول مره نعملها الفتره دي، اول مره نظهر على الساحه العالميه، ندخل فاينلز، احنا حاليا ال 13 مصر 13 على العالم، دي حاجه ما حصلتش قبل كده. ما حصلتش قبل كده. واللي بيتاهل اولمبيكس 12 فريق بس. احنا قربنا. احنا ناقص لنا فريق واحد. احنا اخر مره وصلنا كنا 41 تقريبا. دلوقتي احنا ال 13 الحمد لله. بفضل مجهودكم يا عمر. الحمد لله ناس كتير قوي تعبت في الموضوع ده، ناس كتير قوي تعبت في الموضوع ده. احنا الكويس ان احنا ما بنتعاملش كاتحاد ولاعيبه، احنا بنتعامل كعيله، الجهاز الفني بتاعنا يعني ده حقيقي مش مجرد كلام. الجهاز الفني بتاعنا، الجهاز الاداري من اول الاتحاد، مدير رئيس اللجنه الفنيه، المدير الفني، المدربين، اللعيبه كلنا قاعدين مع بعض في المركز الاولمبي. ودي الروح اللي ساقتنا لل 13. طيب بالزبط. انت دلوقتي احنا 13 بتتمنى ان احنا ناخد ستيب اعلى عشان نتاهل الاولمبياد على المستوى الشخصي سريع عشان الوقت بقى انت نفسك توصل ليه؟ ان شاء الله يعني ان شاء الله ابتدي ادخل فاينلز في بطوله العالم، وده حصل بالفعل البطوله اللي فاتت، يعني كنت ريزيرف 2
في بطوله العالم اللي جاي باذن الله يدخل فاينل على طول، وباذن الله ابتدي اتخانق على ميداليه، وده هيحصل ان شاء الله. هتخانق على ميداليه؟ هتخانق على ميداليه. خناقه واحنا هنتخانق معاك. يعني كل الدعم الصراحه، كل التوفيق وكل الدعم ليك يا حبيبي. بجد عمر انا بشكرك، شكرا جدا، انت نورتني وشرفتني الحقيقه، وانا كنت سعيد جدا بالحوار معاك النهارده، لان انا بحب جدا اتحاول مع الابطال اللي عندهم باشون زي. بشكرك، ربنا يخليك. شكرا، شكرا جدا. كابتن كريم طبعا المدرب العام بالنادي الاهلي، الحقيقه النهارده يمكن اول لقاء لينا. انا بشكرك، سعيد جدا على حضرتك، شرفتنا. سعيد جدا باللي قابلت حضرتك، واحب طبعا اشكر حضرتك على اللقاء ده، وتاني مره تانية احب اوجه شكري لمجلس اداره النادي الاهلي على الدعم، كامل الدعم، واداره النشاط الرياضي، وعلى اختياره للجهاز الفني والخبراء. معانا دكتور محمد فؤاد، بصراحه نفس الكلمه اللي قالها عمر، دي الميزه في النادي الاهلي. دكتور محمد فؤاد بيتعامل معانا ان احنا اسره، احنا مش بنتعامل اننا رئيس جهاز او مدير نشاط رياضي او ولاعب. كلمه كابتن محمود الخطيب عيله الاهلي، واحنا برده بنطبق نفس الكلام ده جوه سلطه النادي الاهلي في جمباز. احنا عيله يعني. عمر ساعات في يوم الاجازه تقعد يقعد معانا. ده مش غريب عليك، والاخلاق العاليه والجو الجميل ده مش غريب عليك. انا بشكرك، بشكرك دكتور، نورتني وشرفتني، واتمنى لك كل التوفيق يا دكتور. اشكر حضرتك يا كابتن هيثم. اعزائي المشاهدين، دي كان حلقتنا النهارده مع الجمباز. حقيقه نجمين كبار في عالم الجمباز في مصر كانوا معايا، سواء في التدريب او على مستوى اللاعب الاول او اللاعب الان. بشكركم شكرا جزيلا لحسن المتابعه، وانتظرونا في حلقه جديده مع الابطال.